مين اللي قتل كامل؟ أنا اللي قتلته. ليش قتلته؟ لأنه قتل المختار ولأنه إجا وص علينا. نحن شو عم نساوي هون ولا؟ واحد شاف اللي قتل المختار هربان، شو بده يعمل؟ بيكمشوا بيجيبوا لعنا أبو عامر. أخي ما قدروا يكمشوا لحتى سلخوا بالسكين. قلت لي بالسكين، بس يا أبو عامر هذا كمان مقوس برصاص. الفرد اللي قوسوه فيه وينه؟ ليكو بشير أفندي، شلحوه فرده وقتلوه فيه، بعدين برصاص ولا بغير رصاص، واحد هربان وقاتل المختار وعم بيقوس على كل واحد عم يشوفه، شو بدك ياهم يعملوه؟ أبو عامر قلت لك بيكمشوه بيجيبوه لعنا، نحن بنتصرف وكل واحد يتصرف لحاله. ايه كلامك مزبوط ومعك حق، بس الناس لما بتاكل رصاص بدها تدافع عن حالها وترد، بعدين اللي ميت مختار مو ادنى. طيب على كل الاحوال بعد التحقيق نعرف كل شيء، اذا طلع كامل هو اللي قتل المختار نتصرف تصرف تاني. وفيق. نعم سيدي. خدوه. 30 لا غريب. بأمرك سيدي. هات سلاحك وبرد. هات عسكر جاهزين سيدي. السلام عليكم. السلام. يلا